يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل لي أن أقبل الحجر الأسود أو أمسح عليه وأنا محرم إذا علمت أن فيه طيبا؟ لا بأس بذلك، لأن ما قصدت الطيب، إنما تقصد العمل بالسنة في استلام الحجر الأسود تقليله، عمل بالسنة. وإذا شممت الطيب أو علق الطيب بك فلا حرج في ذلك، لأنك لم تقصده. نعم.